هكذا بدأت شوارع مدينة المكلا في أول ليالي تأثرها غير المباشر بالحالة الجوية المدارية التي تشهدها السواحل الجنوبية للبلاد. الأمطار الغزيرة التي هطلت منذ الظهيرة وحتى ساعات متأخرة من مساء الأمس أدت إلى إغراق وقطع بعض الشوارع الرئيسية في المدينة وتعطيل حركة السير فيها وارتفاع منسوب مياه البحر، حيث بلغ معدل هطول الأمطار خلال الساعات الماضية قرابة 30 مليمتر. غرفة الأرصاد والإنذار المبكر بمحافظة حضرموت أوضحت في آخر بياناتها ليلة الأمس أن الاضطراب المداري الذي تحول لاحقا لمنخفض جوي مصحوبا باندفاع كتل ركامية محملة بالأمطار الغزيرة بدأ خلال الساعات الماضية بالتحرك بمحاذاة كل من سواحل حضرموت وشبوة وبسرعة 35 عقدة صوب الشمال الغربي وسط خليج عدن. ومع اقتراب السرعة من العقدة 40 تتعزز فرص هذا المنخفض المداري ليتحول إلى عاصفة استوائية تحمل اسم العاصفة سجر. وعلى الرغم من عدم تعرض سواحل المحافظات الشرقية من البلاد للتأثيرات المباشرة للمنخفض المداري، يحذر خبراء مراقبة الأحوال الجوية بالمكلا من استمرار تأثيراته غير المباشرة المتمثلة في استمرار هطول الأمطار الغزيرة وهيجان أمواج البحر خلال الساعات 48 القادمة. محمد اليزيدي لقناة بلقيس المكلا.